استاذ اسعد، استاذ اسعد اتصل الاستاذ شادي وبلغ انه مريض مش راح يداوم اليوم، بدي تفوت تعلم محله الحصه السابعه. بركن عليك. اه اليوم؟ اه اليوم الحصه السابعه، بقدرش الغي حصص للطلاب، قربت الامتحانات. تمام اتفقنا؟ تمام شكرا. اهلا اسعد. اهلين. كل شيء تمام؟ لا شو في؟ قديش ممكن الواحد يعطي بعد؟ يعني نحن بنعطي كلنا عشان التخصص، ويلا طلبات طلبات طلبات، قديش ممكن بعد يتحمل الواحد؟ ما عادش يقدر. مش فاهمة عليك، شو في؟ شو صاير؟ المديرة، كل ما تشوفني اسعد تعال لهون، اسعد اعمل هيك، اسعد روح، قول ما فيش غير اسعد بالمدرسة، يعني حاسة عم تستغلني. بس شو طلبت منك لتنك هالقد معصب؟ مش قصة شو طلبت، قصة قديش بتطلب. يعني أنا اليوم بخلص الحصة السادسة دوامي، طلبت مني أعلم الحصة السابعة محل الأستاذ شادي لأنه مش قادر يجي على المدرسة. مش أول مرة بتعملها، عطول بتعملها فيها هي القصة. ومرة طلبت مني أنظم احتفال لطلاب الصف بيومها اللي أنا أصلاً مش متواجد فيه بالمدرسة. يعني وهذا ما عدا أنه في عندي التزامات ثانية للجامعة وللتعليم تبعي وأشياء مش حاسة فيه هي أبداً، ما فيش معي وقت لأشي. طيب يعني بتطلب مني أوقات أشياء مش من الاتفاق اللي نحن اساسا متفقين عليه. بوصل على الدوام ما فيش نفس اخذه، بروح على البيت مش قادر اعمل اشي وعندي مليان مواد خلصها للتعليم. طيب حكيت لها انه انت مش مريح لك مع هاي الطلبات؟ احكي لها انه مش مريح؟ ليش مين انا اصلا تني اقول لها انه مش مريح لإلي؟ مين معبرني بالمدرسه مشان تخلي انه في ألف غيري عم يستنوا بالدور عشان يفوتوا على المدرسه وانه كن ممنون؟ اسعد بعرف انه مش سهل، بس شويه ثقه بالنفس مالنا. ما هو انا اصلا مش عارف كيف اتوجه لها، يعني بروح بحكي معها بصير أتأتأ، مش رح تعرف شو بس رح تعرف شو بدي من حياتها. وبعد أسوأ من هيك بتعطيني كمان مهام إذا بروح لعندها أحكي لها، والأسوأ والأسوأ أنها تفكرني عم تبكبك. تخيلي تفكرني عم تبكبك. طيب أنا فاهمة إنه مش سهل وإنه مش مريح لك تساوي هاي المحادثة، بس صدقني إنه كلياتنا كنا بهذا المحل بشي مرحلة. تعال نفكر مع بعض، أول على آخر إحنا اثنين بنعرف إنه المديرة هي شخص مهني، يعني بهمها مصلحة المدرسة والطلاب. طيب. وأكيد أكيد بتفقش الصبح بتفكر كيف بدها تصعب الحياة عليك، صح؟ لا بتفقش تصعب الحياة علي، بس شو بدي قلك كيف بدي توجه لها؟ طيب تعال نفكر بالتوجه وكيف بدك تفوت عندها على الغرفة، شو حابب تحكي لها؟ يعني بدي فوت لعندها على الغرفة، إيش بدي أحكي لها؟ يعني بدي أقول لها معلمتي يعني في أشياء مش منيحة بتصير بالمدرسة، وأنتي لازم تكوني يعني عارفة أسعد بدك رأيي؟ هقول لك شو أنا شايفة؟ أنا شايفة قلة ثقة بالنفس وتردد. بعدين شو هاي اشياء مش منيحة؟ احكي الأسباب بطريقة مهنية عشان هي تقدر تسمعك، انت عارف شو بدك تحكي. طيب طيب فهمت لك، انا رح فوت لعندها على المكتب ورح احكي لها معلمتي انا بحترمك كثير بس في حدود لكل اشي، فيه الحدود انا بطلت اقدر اتحمل اخذ مهام. ثواني ثواني يا اسعد، قلنا ثقة بالنفس مش عدوانية، يعني إذا حكيت معها بهاي الطريقة وكنت عم بتلومها كيف بده يكون رد فعلها؟ راح كمان هيك تحكي معي بهاي الطريقة؟ طيب بالضبط، إياك عارف حالك. أصلاً بيني وبينك إذا جيت وحكيت معي أنا بهاي الطريقة كنت رح أقولك إنه هذا الموجود، ويمكن أسوأ يمكن كنت أقولك إنه أنت مش أول واحد، اللي قبلك كتار واللي بعدك كتار، وهذا جزء من وظيفتك ودافعين لك عليه، إذا مش عاجبك سلامات. طيب فهمت، التوجه مهم. طبعاً مهم، إذا جيت بهاي الطريقة أكيد هيك رح يكون رد فعلها إذا مش أسوأ، وإنت أكيد مش هذا هدفك. لا أساساً أنت شو هدفك من هاي المحادثة؟ هدفي إنه المديرة تقدر تشوفني وتفهم صعوباتي. طيب معناته تعال نشوف شو ممكن يقدمك لهذا الهدف. هو أنا مش عارف، يا بطلع بتبكبك يا بطلع عدواني. حلو، يعني إحنا بدنا نلاقي التوازن. حسب رأيي إذا أنت بتيجي بتوجه حازم مع ثقة بالنفس وبتحكي بتوجه اللي هو فيه احترام للمديرة وبتحترم خبرتها المهنية، هي كمان رح تشوفك بعيون مهنية ومش رح تقول عنك انك بتتبكبك زي ما انت مفكر، وانا كمان بآمن انها رح تصغيلك. طيب كيف؟ شوف هذا مش نص مكتوب، يعني انا بنفعش اقول لك شو تحكي، هذا توجه انت بتختار الكلمات، المهم هو انه تكون نبرة صوتك مريحة، لغة جسدك مرتاحة، ابتسم، احكي لها شو انت حاسس. تمام؟ إسا من الناحية المهنية هات نفكر بثلاث نقاط أساسية أنت بدك تحكي عنهن. أنا بدي أحكي لها أولا يعني في نقطة كثير مهمة إنه عندي كثير مهام لازم أخلصها للتعليم وبحاجة لوقت كافي مع طلابي عشان أقدر أعطيهم ساعات فردية. وأهم إشي إنه ما تطلب مني أشياء مش من ضمن الأشياء اللي اتفقنا عليها، زي إني أبدل معلم مش بوقت دوامي. حلو، هيك إحنا إسا ركزنا الموضوع
ولما تقعد مع المديرة فكر كيف بدك تعرض هاي المواضيع بطريقة واضحة وحساسة عشان المديرة تقدر تفهم حجم تأثير الطلبات هاي عليك. تمام؟ شوف أنا بقدرش أضمن لك نتائج هاي المحادثة، بس أنا متأكدة إنه إذا أنت جيت بتوجه اللي فيه أنت بدك تلاقي حل مشترك، فهي أكيد رح تقدرك ورح تسمعك ويمكن حتى يساهم بتطوير العلاقة معها. أنا فاهم عليك شو بتقولي، بس مع هيك مش سهل أبداً. يعني بينفع أنا كاستجار أطلب من المديرة هيك أشياء؟ طبعاً بنفع. شوف يعني أنا فاهمة إنه في تردد وخوف معين لأنه هي المديرة وإلها مكانة عالية بالمدرسة، مع هيك إحنا كلنا بشر نقدر نعبر عن احتياجاتنا وعن مشاعرنا طالما في مهنية واحترام متبادل. أوكي، يعني أنت عم تقولي إنه أنا أتوجه للمديرة وأحكي معها بثقة بالنفس، أفسر لها صعوباتي من خلال شرح مهني، أشاركها بشو أنا حاسس، أبث جو إنه أنا معني نلاقي حل بدون ما ألومها، بدون ما أني يكون عدواني، إنما من خلال إصغاء وطرح أسئلة بشكل لطيف وحازم. بالضبط. أوكي، نحن لها. برتكن عليك، تقلقش، أكيد أكيد رح يكون منيح. بتأمل يكون منيح. شكرا. أسعد، كيفك؟ طلبت تحكي معي، أنا شوي مستعجلة فهتنبدأ؟ نريح لقلك نحكي إسا أو نأجل موعد ثاني، لأنه مهم لقلي أحكي معك موضوع. مش رح نلاقي وقت أكثر فاضي من إسا مع ضغطات هاي السنة. يعطيك العافية أول إشي. يزيدك، شكرا، تفضل. أحكي معك بخصوص ساعات تعويض محل معلمين، زي ما صار مبارحة مع الأستاذ شادي. إيش بخصوصه؟ على فكرة شكرا إنك حليت محله، عن جد بقدر هذا الإشي. اليوم المعلمين بغيب كل اثنين وخميس ولازم حدا يهتم للطلاب. فاهمك ووافقك، طبعا لازم نهتم للطلاب لما المعلمين بغيبوا، وهذا بالضبط الموضوع اللي أنا جاي أحكي فيه معك. يعني فكرت إنه ممكن نحن نعمل إشي ثاني، مثلا إنه كنا نقدر نطلعهم أبكر للطلاب أو نلغي الحصة. أسعد، أنا بقدرش أطلع الطلاب أبكر، وبقدرش ألغي حصة كل مرة أستاذ بغيب. أنا لازم أهتم للنظام بالمدرسة، وهي الطلاب مسؤولية كثير كبيرة. فاهم شو بتقولي وبوافقك على الآخر، مع هيك مهم لألي أشاركك أنه أنا بالفترة الأخيرة عم بشعر أنه عم ينطلب مني مهام فوق طاقتي وأكبر من حجم وظيفتي، وقسم منهم عم بيكون بشكل مفاجئ. أنا بعرف أنه في ظروف أوقات بالمدرسة، ومهم لألي أقلك أنه أنا بحس بانتماء بالمدرسة ومستعد أساعد قد ما بقدر، بس عم ينتهي اليوم عم بشعر أني عم بكون كثير تعبان محبط، لأنه في أشياء لازم أعملها مش عم بقدر أعملها. شوف أنا أكيد مش قصدي أني أتعبك هالقد ولا أنك تطلع محبط، لكن مهم تفهم بالنسبة لإلي أنت موجود بفترة تعرف وتعلم على نظام المدرسة، لذا بستعين فيك أحيانا. أنا بقدر الفرصة أني أتعلم، واضح لإلي أنه أنا كجزء من المدرسة بتجند للمساعدة وقت الحاجة، إحنا طاقم. وما هيك في موضوع البرامج الإضافية للطلاب أني أحدد معهم ساعات فردية وكمان ساعات لإلي لحالي، أنت بتعرفي أنا مش ماخذ نصاب كامل عشان أخلص اللقب، وبدي أستثمر بالطلاب، بدي أتعرف عليهم بعمق أكثر، أعرفهم أكثر عن قرب، وكثر المهام مش عم يعطيني هي الفرصة. شوف أنا كمان بتذكر بالبداية كان علي صعب، يعني ما كانش سهل، مع ذلك مهم تفهم إنه أنا كثير مشغولة، لما بشوفك فاضي وبتقدر تساعد بطلب منك. أنا كمان كثير طلبوا مني وأنا جديدة، يعني الإشي مش شخصي ضدك. أنا كثير بحب أساعد وكثير بقدر مهنيتك وإنك أنت شايف المصلحة العامة للمدرسة، وأنا بعرف إنه أنت من خلال خبرتك بتقدر تحددي شو الأصح للمدرسة بالأشياء اللي بيفرض علينا الواقع، ولأنه بالفترة الأخيرة عم تصدف إنه عم ينطلب مني أعوض كثير ساعات محل المعلمين الغايبين، فكرت أتوجه لك لحتى نشوف مع بعض كيف نحن ممكن نلاقي مجال لأني أعطي أكثر ساعات لطلابي بنطاق عملي. طيب أنا بفهم طلبك، رح أحاول أخفف عليك الوتيرة وأستعين بكمان معلمين. مع هيك مهم تفهم إنك تحل محل أستاذ غايب، هذا جزء لا يتجزأ من تعريف وظيفتك، لذا بكل حال رح تعمله. طبعا بقدر هاي المحاولة. في كمان موضوع بحب أشاركك فيه. تفضل. بالنسبة لتخطيط ساعات الفعاليات اللامنهجية، في عم بيكونوا بأيام اللي أنا مش متواجد فيها بالمدرسة، أسا في أيام اللي أنا بقدر أغيرها وأرتب أموري، بس في أيام تانية ما بقدر أغيرها لأنه عندي التزامات ثانية، زي الأيام اللي بتعلم فيها بالجامعة. أسا كثير بيساعدني إذا بكون عارف مسبقا شو الفعاليات اللي أنا مسجل لها أو تسجيلي من الأساس لتواريخ أنا بقدر فيها. أوكي، إذا تعال نعمل هيك إشي، خذ الجدول السنوي اللي مسجل فيه الفعاليات وسجل فيه حد الفعاليات اللي بتقدر تكون مسؤول عنها، وإذا في فعاليات بدها كثير شغل سجل حدها عشان أحط أستاذ معك. كثير بقدر تفهمك، شكرا. كثير منيح إنك توجهت لي وشاركتني عشان أقدر أساعدك. وكثير ساعدتيني عن جد، شكرا، نهارك سعيد. ممتاز، نهارك أسعد، شكرا لك.